حقيقة التوحيد. أي إنسان يسألك ما هي حقيقة التوحيد، بماذا تجيب؟ حقيقة التوحيد. نعم نعم، الله يفتح عليك. حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات. شهادة أن لا إله إلا الله تقوم على ركنين، نفي، هذا التوحيد. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله أحد لا شريك، هذا التوحيد. غير والله ليس بتوحيد، كفر. مفهوم؟ إذن حقيقة التوحيد الجمع بين النفي والإثبات، وعلى هذا تقوم الشهادة. تقوم الشهادة على ركنين، النفي والإثبات. لا إله نافيا جميع معبد من دون الله، إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم.